سؤاشا لابا بقول يسقال ويديها وحا أولي هاي قرآن كما لغو أخرين كرا قبورا مسلمين قرآن كا وحالو قلت لك لي دادك النول ضد انتي قبورة قرآن لما جي إن قبورها قرآن للا آذن وبدعو أن صلحي هذه السلف كان خلاف صن بل وحاكتو صي إنيس الصحاهين حديث كويمت في صحيح مسلم النبي قول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ورقريه إنها كدقنا السيدة حباله وكلا السيدة قبورته وكلا كدقنا الشيطان كقريق سورة البقرة لغو أخري وكعرر ما حد كفانت يعني واحد كفانت قريه إن قرآن الآن هدقنا سيدة قبورته وكلا ماشي صومعة دينا قبورته قرآن لغو أخري يعني قريه إن هداد قرآن كو أخري ويدان سيدة قبورته وكلا إن قنية حديث كاسو حكو حدي أمرك إن قبورته قرآن للا آدم وانا سيدا اي اي مبضني قبانو الامام احمد عليه رحمة الله بالله ويديي القراء عند القبر قبر اكتس قرآن ما لغو اخرين كرابو يا لو ويديي محول ما يا لا ابو عند ازمار كوارين خلاف سن هديقي سلف كرضوان الله عليهم قرآن كإن للا اذا حبالها الشيخ ابن باز ابن عثيمين الشيخ الباني اي مكو الرئيسي كل قد ساس اليه marka waa arin bid'a wa sideedaba ibaadaad in quburta lala aaday saxma salaad in lala galo quraan lala galo wadaad buuxu leey waa khalweyn haya buuley waa khalweyn haya marka soo quburta galay war maxaa quburta ka doonay masaajidda maad gashay maxaa quburta jira marka arintaas waa arin khaldan wallahu a'lam.